بدون خطورة. سانسون وجوه المنطقة وودل وكان طالع فينيكس وسنتر هافباك وفارنس ويطلع روجيري وتاني سانتو وهوتش وفارنس فارنس نادي واتسون بيفوت كويس فارنس وبيعك الكورة يحطها جوه الجول هنشوف مين اللي جابها جول الجول الأول إنما فارنس اللي لسه نازل دلوقتي من نادي واتسون بيفوت كويس قوي عنده 22 سنة فارنس أهو وكان طالع وبتتلعب ويحطها أعتقد جاري لينيكا هنشوفها من الزاوية دي جاري لينيكر فعلا جاري لينيكر يجيب كل الدات دي أهو جاري لينيكر يجيب كل الدات دي ويجيب كل الأول لإنجلترا جاري لينيكر جاي بخمس أجوال قبل كده ويجيب الجول الثالث بس عملها له حلوه قوي فارلي الثالث الارجنتين تصحى مارادونا عنده جول ثاني وبيراعي كويس فابيا يا يعني ما بيلعبوش غير لما يجيب فيهم جول ودي فارلس والناس هيسخن كوره حلوه قوي لعبها تابيا كارلوس من نادي كوبا جونيور لعبها له مارادونا 37 دقيقه تقريبا فاضل 8 دقائق وبوتشارد